من يكسب المعركة، معركة الصفقات يا أستاذ جمال؟ والله بص، هو اهم من الصفقات جلب الصفقات، يعني انت محتاج ايه بتدعم بيه فرقتك. طيب نمشيها واحدة واحدة. مش مهم ان انا اغير، يعني انا اهم حاجة عندي انا واحد كمتابع يعني الحفاظ على تجانس الفريق. حلو حلو، اللعيبة اللي موجودين تريحهم طالما نجحوا معاك. تمام. ثانيا عندك لعيبة أدت الواجب اللي عليها وجالها عقود بتساعدهم وبتوافق لهم عادي جدا، وبتاخد فلوسهم اللي جاية من بيعهم وبتشتري بيها اللعيبة اللي ممكن تدعم بعض المراكز الناقصة عندك. يعني عايز أقول إنه موضوع التعاقد مع صفقات ده مفروض يبقى مدروس. طيب جدا. نقول الأهلي الأول محتاج إيه والزمالك محتاج إيه؟ مراكز. يعني وجهة نظر حضرتك، الأهلي محتاج كم لاعب أو كم مركز خلال الموسم الجديد؟ شوف، الأهلي محتاج رقم واحد اللي هو المهاجم الصريح رأس الحربة، يعني تمام، اللي هو قدر يتغلب على عدم وجوده وهو صاحب أقوى هجوم. يعني النادي الأهلي من غير هذا المهاجم الصريح اللي هو بيسعى إليه قدر يمشي المرحلة بشكل كويس. وطبعا كان ظهور او عودة كهربا كان لها دور مهم في الموضوع ده، بالاضافة لتألق بيرسي تاو وحسين الشحات، دول ساعدوا كويس. بالاضافة لانه محتاج حد ضروري في خط الظهر، يعني في القلب، في قلب الدفاع، يعني جنب عبد المنعم بالظبط. واذا لم، وده اتقال على فكره من النادي الاهلي، اذا ما حصلش ده هيقدر يمشي بالمجموعه اللي موجوده. تمام، بس هي الفكره يعني مش مهم. يبقى خلينا ادي راس حربه ومساك، وعايز واحد كمان شاي ولا بديل. لو قهوه يبقى مفيش بن ولا ايه اللي انت عايزه. واحد بديل لحمدي فتحي رغم وجود برضو عدد من اللاعبين الأقوياء، لكن لأنه ممكن ديانج ممكن يمشي ممكن. ولا لا لغاية دلوقتي مفيش حاجة. ماشي، يبقى مساك وراس حربة، يعني اللعيب اللي في خط النص ده ممكن يبقى أي لعيب عنده أداء متميز وأداء قوي يفيد النادي الأهلي، سواء اللي في دماغك او غير اللي في دماغك. لا، ما انا لسه اللي في دماغي جاي لك. ده محتاج فقره لوحده. لكن هل في حد تاني؟ مركز تاني يعني؟ لا ما اعتقد. يعني جناح ايمن، جناح ايسر؟ لا ما فيش. انا بقول لك انا واخد اللي هو العمود الفقري تمام بتاع اي فريق. الفريق. طيب الزمالك. الزمالك اولا لازم يبقى فيه غربلة للأداء، للناس اللي موجودين يتشاف مين اللي ما أثرش إيجابيا في الأداء، يعني ما استفادش منه الفريق من مجموعة الصفقات اللي جت تمام. دي أول حاجة تمام. من وجهة نظري لازم الاستقرار على الموضوع ده. لجنة فنية أو مجموعة خبراء أو أي حد في النادي يساهم أو يشترك مع وسوريو المدير الفني في تقييم المجموعة اللي موجودة، وبناء عليه الزمالك عنده أولا مجموعة لعيبة جامدة جدا، ويمكن وسوريو بدأ في إعادة توظيفهم يعني إعادة تقييم قام بيها الراجل، وبدأ يغير شوية في المراكز ويوظف لعيبة، يعني ممكن يكون محتاج إلى تدعيم في مثلا خط الوسط برضو العمود الفقري برضو محتاج مساك وراس حربة لا مساك وسط. الزمالك عنده اكتر من راس حربة يعني عنده الجزيري مستوى وناصر منسي واعتقد الاثنين كويسين يعني.